اخبار الايام التاني تلاتة وابتدى سليمان في بونا بيت الرب في اورشليم في جبل المريا مكان ما ظهر الرب لداود ابوه مكان ما جهز داود مكان في جردن عرناني اليابوسي. وابتدى في البنى في تاني يوم في الشهر التاني في السنة الرابعة لملكه. ودي اساس سليمان لبنى بيت الله. الطول 60 ذراع حوالي 30 متر والعرض 20 ذراع حوالي 10 امتار. وكان طول البناء اللي موجود قدام الهيكل 20 ذراع حوالي 10 امتار زي عرض الهيكل وارتفاعه 120 ذراع حوالي 60 متر وغطى من جوه بالذهب الصافي وغطى الحيطان اللي جوه بخشب الثرو وغطى بذهب صافي نقش عليها اشكال نخيل وسلاسل وزين الهيكل فرصعه بحجارة كريمة. اما الذهب اللي تم استخدامه فكان من ذهب فروعيم وغطى اخشاب البيت والعتبات بتاعته وحيطانه والدرب بتاعته بذهب ونقش ملايكة على الحيطان. وبدل المحراب بتاع قدس الاقداس فكان الطول بتاعه زي عرض الهيكل فكان شكله مربع طوله قد عرضه 20 ذراع في 20 ذراع يعني حوالي 10 امتار في 10 امتار وغطاء ب 600 وزنة يعني حوالي 21600 كيلو جرام من الذهب الصافي وكان وزن مسامير الذهب 50 شاقل حوالي 600 جرام وغطى الحتة العالية بتاعته بالذهب. وشكل سليمان ملكين غطاهم بذهب وحطهم في قدس الاقداس وكان طول كل جناح من الاجنحة بتاعت الملكين 5 ذراعات حوالي 2.5 فكانت كلها على بعض 20 ذراع حوالي 10 امتار ولمس طرف جناح الملاك اللي بره حيطان الهيكل. اما طرفه جواني فلمس طرف جناح الملاك التاني وكمان لمس طرف جناح الملاك التاني اللي بره حيطان الهيكل. اما طرف الجناح الجواني فلمس طرف جناح الملاك الاولاني اللي جوه وكان الملاكين دول واقفين على رجليهم قصاد المحراب فاردين جناحاتهم بعرض 20 ذراع حوالي 10 امتار وعمل الحجاب اللي بيفصل بين المحراب وبقيه الهيكل من قماش لونه ازرق وبنفسجي واحمر وكتان طرد عليه رسم الملائكه. وقاموا قدام الهيكل عمودين طول كل واحد منهم 35 ذراع حوالي 17 متر ونص وحط عليهم تجين ارتفاع كل واحد منهم 5 ذراعات حوالي 2.5 وعمل سلاسل مطفورة زي السلاسل بتاعت المحراب حطها على رأسين العمودين كمان عمل 100 رمانة علقها بالسلاسل ووقف العمودين قدام الهيكل واحد على يمينه وسماه يكين والتاني على شماله وسماه بوعز.